أخبار اليوم. صالح رحمة الله عليه فنان عظيم، يعني كان خبر سائق الحياة. المواقف اللي كانت بتجمعك معاه وأهم أدواره بالنسبة لحضرتك، أنا ما أنساش بحياتي لما بارك لي بحدائق الشيطان، كانت بركة صادقة جدا جدا جدا. فنان رائع وإنسان عظيم رحمة الله عليه، ربنا صبر أهله. أهم أعماله من وجهة نظرك، يعني أهم حاجة حضرتك حتى وعجبت بيها؟ دوره العظيم هي فوضى، يستحق عليه أعظم جائزة عالمية ممكن تنعطى للممثل، ده دور لا ينسى. حضرتك شايف ايه اكتر ما يميز خالد صالح؟ يخليه الناس كلها تكون بتحبه حزينه عليه بالشكل. استاذ خالد صالح جمع الموهبه مع يعني الحضور الانساني اللطيف.